أو رد سامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. يا هاودني مسند إليه ووقع في عتبكيتو عتفشتبكيتو لسر مسند إليه عتفك فرقها يا عتبوا أو يا بفي يا بسمية يا بلاكن أجور الثاني يا بلايا حتى لا جوا حروف عتب شنكة ذلك يا جي هاي فادي باشا أقل لنا أخو أمخسانك إيسا لقرا فايدة شيء يعني لقرا بو شيء يعني آخر لنحو بو ما هي تفاعل يجي عطف شيء وتجور برام لقرا يجي شو وقت يا مسند إليه أبي بواو بي شو وقت يا مسند إليه أبي بفي بي شو وقت يا بسم بي شو وقت يا بحتى أم بو أمسا أنا أخو لا أنا لعلمي نحو بعشين كيلو معرفة هكا ديلقر أيكا أي لقري شرنايكا فرام لقري يجي إرادي مسند إليه بمعرفة يجي قرب رامير بول لكما حقام يكا أبي لبا مخاطبو بكما متكلمو بكما قام لكما قام يكا مخاطبو لرامير غايبو لشوتكا معربة للامبو من مذاب ولا معرفة بو إنتر حاليك مقامي كي هيك أم مقام بو أو مقام كتير الناشئ فقد لا نحو باسي شيكا باسي ما هي حقيقة معرفتك أنا ألو لام هيا أشيت سر إسم وكو لقد أمر على اللئيمي لئيم أخو ألو لامي هيا بلا أخوة بقوة حتي لنا كردوة هروا فخوي هروا بمفهمي هروا هاما وتو يا ألو لام وها هيا كما هنا بو تعريفني ألو لامك ألو لامك بو تعريفني بوش تيترا إنترا لوانا قزيلا سرى وسأل لامك اسمك وهاك الولامي مؤثر يعني بتأثير تبقى بيقرن بمعرفة إذا الرجل نيا الرجل نكرة قابل أنه معرفة نيا نكرة قابل المؤثرة نكرة باسم جيزن كقابل بلبو المؤثر وكو الرجل الرجل وكو غلام يجي الغلام فلان معرفات وغيرها معرفة كهم وزي غيري نكيري شباب معرفة كأوسانك أو نكيري نبي وعوابتا أورد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب كابرا خطأ كدولا حكمك رديكاتو جاءني زيد لا عمر جاءني زيد لا عمر بو كي أوتري لمقابل كي وتؤيري جاءني زيد لا عمر أقل يكي للرفيق كان يخوض عقيدة لسروابوك عمرات وبوليتو زيدنا هاتوا يا هدو هاتون فلام هدو هاتون تويجي جاني زيدون لعمرو نخل زيد هاتو عمرنا هاتو تخرب حاريوي يا بيكو هاتون نخل نوالا بيكو نهاتون يعني قصر الإفرادة يا قصر القلب يا قصر أوراقان قصر القلب شو وقت ما لا شما خامك جاءني زيد لا عمرو نوتر بكي يزيد لمن يعتقد أن عمرا جاءك دون زيد ما بتقصر القلب أو أنهما جاءك بتقصر الإفراد جميعا ولكن أيضا للرد إلى الصواب أما لابو لكن يشهر بو وكلا لابو الرد ولي صواب إلا أنه لا يقال لنفي شركته أو ونفي شركة يعني هربو قصر القلب لكن يجربوا قصر الإفراد بكارنا يعني حتى أن نحو ما جاءني زيد لكن عمرون كيجي زيدنا هات ولكن عمر هات ولكن عمر فقد تنهى بو قصر القلب يعني كابرا عقيدة لسره هو تكزيت هات عمرنا هات وتوجيجينا خلفية وانا حاربي أم مثال إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرين لا لمن يعتقد أنهما جاءك جميعا ويا عبارتك لا لمن يعتقد أخر وابيك بولا بينا من واوكم لا بردوها
لدوي دون عمرين فارزي كي دانا لا لمن يعتق وخاسي كدوة لا لمن يعتقد أنهما جاءك جميعا وأبزانك أما هل كان هاتو تاتبية قصر الإفراد قطع شركتك بكيتو بجي نخيرنا ولا هل كان يدانيه كان وفي كلام النحاتي ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا أما لكلام النحاتة يكشت هيا قال يا بي يكشت هيا يجش أمسك مشعر بما كأم لكن نوكو أو تلد بيزي ما جاءني لكن عمر ما جاءني زينون لكن عمر بكسيك عقيدي لسر انتفاء المجيء لهر دكان به يعني كابراء يجير نزيد هاتون عمر توش يجير نخير باوا ومزانا هر دكان نهاتون أو يعني نهاتون راسك فقط أميان هات قال يبي أما إياك أو صرف الحكم عن المحكوم عليه إلى محكوم عليه آخر يابو أو سحر في عطف كصرف حكمك أكال محكوم عليه يكوبو محكوم عليه كتير آخر منه يعني زيد بن عمرو عمر هل فاعل نيه وجاك هل محكوم عليه نيه يجي جاء زيد بن عمرو زيد ها نخير زيد نها بلكو عمر ها يجي كارم نيه بسر زيدك وجار يخسر زيدك نك يعني زيد بن عمرو عمر هاتوا اي زيد شي ولا يا زيدي عمري بو سابت يا مسكوتة اما يك او ما جاءني زيد بن عمرو نهات وزيت بلكو عمر بلكو عمر شي بلكو عمر هات ويا بلكو عمر نهات و اگر بجوري صرف حكم بروك ابي او نفيا ابي بيجي بلكو عمر نهات و اي او شي او هات و اسم زاني ما مصاد شي تفتا زاني شي فرمي فإن بل للإغراب عن المتبوع بل بو إغراب لمتبوعك يعني بروك او دوري لي بقرب رو راك لي وصرف الحكم إلى تابع بو معتوفك تابعك إذا معنى يضرب كامستشية يعني لو تواوي لو شريرو ببو أم ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه يعني زيدك واليك لحكم المسكوت عن وابه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا واني بيجي نخيل بل جاءني زيد بل عمرو يعني بيزيد جاءت دائما زيد نخير بلكو عمر هاتو ايتر او نهاتو قد اما يجواني خلافا لبعضهم بخلاف لبو بعضك ابن الحاجبة يجي نخير سرف حكم معنا وسنا اخويا بخويا ومعنى سرف الحكم في المثبت ظاهر لزيد لجاءني زيد بل عمرو نا صرف حكمك كلا معتوف عليك ولا أجي أتيب ومعتوفك بل عمر عمر هاتو أما معلومة وكذا في المنفي أقل من في شاب صرف حكمك إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له أبيش لمن فيك شهر ظاهرة أقل معنى استثناك لمن فيك بيجن نفي حكمك لتابعك كيجي ما جاءني زيد بل عمر يعني عمر نهاتوا شون او من فيني ابي نفيك خيت سر معتوفك ايتر متبوعك يا لحكم مسكوت عنه ابي يا متحقق الحكم بابو او يعني او هاتوا لبرشي وايليه كي حتى يكون يعني حتى بمعنى فيه حالي ابي يعني أو كان متحقق الحكم بلبو أو مسبك ابن الحاجبة فيجي حكمك أبو أسابته نفيك الروكات دوهمك لنفيك روكات عمرك هاتنك أبو أسابته يعني فيكون معنى وحتى معنى فيه منصوبيناك فيكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو شي فيتو ما جاءني زيد بل عمرو يعني أن عمرا لم يجيء باشا أما وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال أما يك أو مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد يا مجيء مجيئك أو هر عمر نهاته إلى أواته أو مبرد سر أمسه
وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم لتابعي حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرون، يعني بل عمرون إن عمرا جاءك كما هو مذهب الجمهور ففيه إشكال. أما وإن جعلناه أجر صرف حكم معنى أو نبيك لبروتمان صرف حكم بمعنى ثبوت حكم لبو تابع به يا شو نبيت، يعني بيجي ما جاءني زيد بل عمر، يعني بيجي زيد نهات وتلاي من بلك عمر هات وآواي ديكيت جات خواهوسا في حكمي واتي هوا بو شون او نفينية بيجي ما جاءني زيد بل عمر، يعني جي بل عمر يعني عمر نهات هو ديو سر في حكمه بيجي عمر نهات هو كأبرك حكم بروك النفيب. وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم لتابعي تا معنى يوابط بيجي ما جاءني زيد بل عمرون، يعني أمر أن عمرا جاءك يعني عمر هاتوه كما هو مسب الجمهور أو إشكال واتيا لبرا ما شنكو لا معنى إغراب أو نية أو للشك من المتكلم أو التشكيك لسامعي. فرق لما بين الشك ولما بين التشكيك هاتيه شك تو خوش كتحيه تشكيك خلقك اي تشكو شون مستري بابي تفعيله خلقك اي تشكو شك بلا متكلم بلا مسند إليه كوا او حرف عطف هات وابو او مثلا اوني او ابو او تا يا بو تشكيك كابراي سامع قي تشكو، يعني اي اخاعه في الشكيك وكشيك جاءني زيد أو عمرو، جاءني زيد أو عمرو يسمني خذ نازاني كاميانا يا هربو أو كيك سامع كون نازاني كاميانا نتي بشوانيا نقرا بشوانيا أو للإبهام يا هاتو حرف عتب وإبهام نحو إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو للتخيير أو للإباحة أروكو أمرني أمر لجامعة يجب وشن معنى هاتوا أم أو يشاروايا أو للتخيير يا هاتوا لبو تخيير يا لبو إباحة مثلا جالس الحسن أو ابن سيرين هذا يمين لبرشي وإلي أكيد وكتي أمانك بو تخيير يا إباحة به نحو ليدخل الدار زيد باب شتا ناو مال زيد أو عمر ليدخل الدار زيد أو عمر، يعني مخيرة أم يعني الرواية أم يعني الرباشة يا بو إباحة بي أقول جي بو إباحة جبه فرقنا ما بين ناسية، يعني أقر تخير بي يا إباحة بي فرقنا ما بين تخير وإباحة جيه ظاهرا واسع إباحة دروس الجامعة أما تخير دروس نية مثالك من هنا وتيجي خذ من مالي صوبا او درهما هو لك يا ابو رانا هنتو نبو بدرس جمع جوامع ابو برانا خذ من مالي صوبا او بتخيره يعني ناتواني شنكو مال اجازه يقرأك كابرا بروائي ولي بقره تو اجازه هر دكان داوه بيجي خذ من مالي صوبا او درهما اجازه هر دكان داوه نا اجازه نداو که اجازه نداو نتوانی حال دوکانه بگیره بلام جالس الحسن او ابن سيرين يا اجلس وراءه او امامه او هر دوکانی هاتی قیناکا والفرق بينهما فرق ما بين تخيير لما بين اباحه ان في الاباحه يجوز الجمع بخلاف التخيير اما تخيرك يروني التخيير وكوتي كدروز نبي وكو خص صوبا او درهما بوتي دروزني هر دكان ور بگره چون تو مال مال تا تو اجازه هر دكان نداو چون اتواني وری بگره يا تسر فصلي مسند اليه فصل يعني ضمير فصل يعني هاوردني مسند وي هاوردن بشون مسند اليه بلاميري فصل عليه بي أو جاء فلامير فصل لو بينها يعني كي هو كان يشي لأحوال مسند إليه أنا أقوى لبين يدك أنا لبين مسند ومسند إليه فقال لو بينها
شون كولا أورو مخترين با أو لا أورو يجي لا أين أوا هان يبي يعني برواسة الأحوال مستند إليه شون كولا معنى الله ميرك هريني زيد هو المنطلق الله ميرا فصلان هو كو زيد كهريك ومطابق شبيب بيده أو بلد. ويا كان الأحوالي أوا ها تي وشي ني بينه وبروقت يا واما فصله اي تعقب المسند اليه بضمير الفصل علي ابي ضمير الفصل كسر سؤالك هو بوشي جريا ولا احوال المسند اليه لقلا وشك هذا بينه اقول جل احوالي امي في الاحوالي هل كان ولا بينه اردي انه يقترن به أولا في الذكر لذكرى مقترن بأول أميك هيا نقبل خبرك أو لغلوها أميك أو لأنه في المعنى عبارة عنه وفي الذي مطابق له يا أبوي بلاميري فصل يعني لدواء مسند إليه ولا بشيء آخر يكيل أداتي قصر لاميري فصل لاميري فصل زور مهمة و كوش بيجي بزيدين مرتو بو قصرة بو تخصيصة وزيدون هو المنطلق بو هنا بو تخصيصة بو قصرة فلتخصيص المسند بالمسند المسند إليه بالمسند يعني بو قصر مسندك لسر مسند إليك جابو شي يجي فلتخصيص مسند بمسنده يعني تخصيص مسند إليه بمسنده يعني قصر مسندك لسره وشواية بلى لأن معنى قولنا زيد هو القائم زي هل زيد قائمة يعني أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمر فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر يعني بيجن أن بدا خسر مقصور كبوة مقصور هي مقصور عليه هي شي كرتل ينرا ولا سر شي قيامك لا سر زيد كرتل ينرا كواب يفلي تخصيصه بالمسند بيك داخل سر شي بوا داخل سر مقصور بوا فيزن مقصور داخل سر مسندك بوا كمقصورك كمسندك مقصورك قيامك يا وكم خدوته عالية بيشون قيامك بيك داخل سر ما. يعني أن بيلقراوك أو بيوايا تقول مثلا بيز عربي زي خصصت فلانا بالذكر خصصت فلانا بالذكر يعني التخصيص يعني ناو أو مبرد ناو غير أو من بردوة أي ذكرته دون غيره هذا يبي يعني شون شون يعني كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر يعني كأنه كيجي خصصت فلانا كأنه لما بين همو أشخاص كان زيد الفرانكس التخصيص كردو بذكره أي منفردا به هذه لقرأي معنى كي لفلي تخصيصي بالمسند يعني شي والمعنى ها هنا جعل المسند إليه أي شرواسة معنى كيشي لقرأ كيجي لميري فسر بو تخصيصي مسندك يا بمسند إليه يعني بو قصر مسندك إلى سر أو يعني قراندني مسند إليه كي من بين ما يصح اتصافه بكوني مسندا إليه لما بين أوهم مسند إليه يعني لما بين هم أوانا كصحيح اتصاف بكي بمسند إليه الآن تؤمي كانت مختصا بأن يثبت له المسند والله كل وكذا بين هم ويانا وكو بيجي لبين أمهم نفرا فرانكس التخصيص كدو بمكة فرانشتي بوبيا مثلا مسنده هي وثابت كي كما يقال في إياك نعبد إياك نعبد يعني شي يعني نخصك بالعبادة ولا يعني لبين أوانا كوا خلق عبادتي ووكا وأمانا يما تخصيصي توب عبادتك إن عبادتي غيري توناك وكوانك عبادة وبتوف أوانك كان هذا يبي هين هانك الرحمة أما إذا بس يا ما أنت يتسأل تقديمي مسند إليه لبركية لبر أوسس شنكو ذكر كذا كي مهم ما